صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. باني مو جاية؟ لا، لأنها تأخرت على مكتبها. طيب قلولي، انبسطتوا بالحفلة؟ ايه كانت حلوة. صحي جاي، في خبر حلو كتير بدي اقول لك اياه، واكيد رح يفرح الكل. باني مبارح وافقت على عرض مهان للزواج، وبدي اياك تعرف انه البنت ما حدا فرض عليها او جبرها تقبل بهالشي. انا مبسوطة مشانك مهان. بتعرفي عمتي جيازة، على فكرة في صفة حلوة كتير بتعجبني فيكي، انك دائما مبسوطة بشغلات حتى لو ما كانت بتعنيكي. المهم بما انك مبسوطة فانا كمان مبسوطة مثلك. لمعلوماتك ما كنت عم وجه الحكي لإلك انتي، في آداب للحديث يا بيا، والمفروض الكل يتعلموها منيح، أهم الصغار ما لازم يقاطعوا الكبار بنص الحديث. توني؟ لمين هذا الفطور اللي معك؟ مدام هذا للأستاذ بوشكار، لأنه بقي هون بعد الحفلة وما رجع على البيت، وهذا الفطور لإله، هو وصاني عليه. توني؟ نعم؟ لو سمحت أعطيني الفطور عنك، حابة طالعه. لا لا ولا يهمك، أنا بعرف هدول البنات وصرت حافظهم بصم كمان، هنن كتير بيحبوا يتباهوا، يعني بيقولوا شي بوشك وبس تروحي بيغيروا، يعني الشي اللي بقلبهم ما بيقولوه بصراحة. هذا ما بيهمني ولا بيلفت نظري، مثل هيك بنات ما هنن بيجوا بيروحوا. ايه ايه حبيبتي أكيد. طيب انت شو عامل الليلة؟ عن جد؟ ايه كتير منيح. ايه هاي لحظة واحدة بس، شكرا. المهم بشوفك الليلة بالحفلة، بحبك كتير يا روحي انتي. ايه حبيبتي يلا باي، ديري بالك على حالك. كابل التليفون. مين رح يدفع العطل والضرر؟ قصدك الكبل؟ لا، مشان موعدي مع الشخص اللي كنت عم حاكيه. وليش؟ ما تسأل الشخص يلي كنت عم تحكي معه عن هالشي. تعال خلينا نشوف مع مين كانت آخر مكالمة. السيد جايوالي، معناها كنت ناوي تطلع بموعد مع السيد جايوالي اليوم. شو إنك ظريف. بس مو مهم، تعرف من إمتى أنا واقفة هون؟ وعلى فكرة سمعت كل اللي حكيته، لهيك شوف المرة الجاية إذا كان بدك تخلي شي حدا يغار، ابقى ما تنسى تتفقد كابل التليفون والوصلات، أوكي؟ موفق بموعدك. اسمعي، شو رأيك اطلع أنا وياك الليلة؟ أوكي؟ هاي. صباح الخير عمي. شو ما بتشوفي؟ عمية يعني؟ ولا نسياني عقلك بشي مكان وراكده هيك مو منتبهة؟ عمتي اسمعيني شوي، مالك علاقة.